بوابة لوس أنجلوس. بالنسبة لهذا المشروع قمنا بتركيب بوابة المشاة وممرات الرودوود المخصصة الجديدة لهذه الإقامة في لوس أنجلوس. تم تأطير الأعمال الخشبية لهذا المشروع بإطار معدني مخصص ومعلمة بألواح من الحديد الزهر لإطلالة كلاسيكية ستصمد أمام اختبار الزمن دون النظر إلى التاريخ مع توجهات المنزل والحديقة. كما ترون من عرض الشرائح المضمن للصور التي تعرض أعمالنا الجميلة، اختار هذا العميل الحفاظ على مظهر جميل من الخشب الأحمر الطبيعي بلون ورنيش بلون بني محايد، وذلك لألواح تأطير الحديد واللكنة. من الفيديو يظهر أن هذه النتوءات التي تظهر فجأة سوف تحول دون دخول أي شخص أو مركبة على الإطلاق، وهذا ما تتميز به بوابات لوس أنجلوس. أوزاوتو جات. هذه البوابة التي لا تحتاج إلى حراس على الإطلاق يمكنك من خلال الضغط على أحد الأجزاء الخارجية يتوقف هذا على الاتجاه الذي تأتي منه. بعد مرور السيارات سوف تفتح البوابة بكل سهولة ولا تحتاج إلى توصيلات كهربائية أو حتى معدات للتركيب، فهي بسيطة للغاية. البوابات الترادفية من لوس أنجلوس. لوس أنجلوس هي فرع من شركة مول هولاند. لقد عملنا في مجال الأمن منذ أكثر من 20 عاماً، وقمنا بتركيب وتثبيت البوابات الأمنية لمئات العائلات والشركات في سوثلاند. هذه بوابة متداخلة أو متوزعة الجهد على محركين، مصنوعة بالكامل من الألمونيوم. تفتح البوابة بسرعة مع القليل من الضغط على المحركات، من إنتاج نفس الركة التي ذكرها، وتواصل لوس أنجلوس تفوقها في مجال صناعة البوابات. على جانب التل. إذا كان منزلك على جانب التل فهو رائع، لكن من المحتمل أنك تدرك بالفعل بعض التحديات التي تواجه العيش في منزل على جانب التل. لماذا هذا؟ إنه بسبب صعوبة إنشاء مستوى تم بناؤه على منحنى أو منحدر. نعم، يمكن القيام بذلك، لكن تحقيق ذلك يتطلب خبرة غير ضرورية في المبنى المسطح. ما هو صحيح لمنزلك ينطبق أيضاً على السياج والبوابة التي تحيط بممتلكاتك. يجب تصميمها وتجهيزها وتركيبها بشكل مثالي، وإلا فإنها ستبدو متفاوتة ولن تعمل بشكل صحيح. إذا كنت تفكر في تركيب هذه البوابة على جانب التل أو التضاريس غير المستوية، فمن المهم للغاية أن تختار شركة لديها الكثير من الخبرة الناجحة مع هذا النوع من المواقف. تريد بوابة جميلة وتمنحك الأمان، لا تريد بوابة تصبح مشكلة باهظة الثمن وثابتة. نحن نضمن جميع بواباتنا والمنشآت. عندما نقوم بتثبيت البوابة الخاصة بك، سنقوم أيضاً بجدولة عمليات الفحص والتعديلات الخاصة بك للتأكد من أن البوابة لا تزال جميلة وتعمل بكامل طاقتها وخالية من المشاكل. حتى بعد فترة الضمان الخاصة بنا، نحن نقدم عقود خدمة بأسعار معقولة للغاية. ستستمر في الحفاظ على البوابة الخاصة بك وتكون جميلة وتعمل بشكل مثالي طالما لديك البوابة. بوابات الارتفاع التلقائية، بوابات منبثقة. هذه البوابات الأوتوماتيكية أو المنبثقة مثالية للمناطق التي لا يمكن فيها تثبيت البوابات المتأرجحة والبوابات المنزلقة والبوابات العازلة. البوابات الآلية الأوتوماتيكية مثالية لمواقع سيتي سنتر، حيث توجد مساحة محدودة للغاية للبوابات، وعادة ما تكون هناك مساحة كافية فقط لسيارة واحدة أو سيارتين. فانسي. يمكن لها الاختفاء تماماً عن الأنظار داخل الأرض، وذلك طبعاً بعد تركيب الأجزاء الأكبر منها تحت الأرض وتجهيز فتحات مناسبة لكي تظهر منها السياج بشكل سريع. قد تحتاج هذه البوابة إلى بعض العمل الشاق لكي تقوم بعملها بشكل سليم، إلا أنها فعالة للغاية. إنوارب. في هندسة متطورة تنقسم هذه البوابة إلى شطرين أفقياً، يمكن من خلالها استخدام المساحة بشكل متطور وعال من ناحية الدقة، إلا أنها مصنعة بطريقة
تضمن لك العمل بصور طبيعية بدون أخطاء. يستخدمها بعض المشترين لعمل منظر جمالي داخل المرآة. Unusual. إلى جانب كل هذا الفولاذ المضاف إليها، إلا أن الشكل التجميلي لها تخطى حدود الجمال وثقل كل ما بها من صلب. هذه البوابة روسية الصنع، لا أعتقد أنها صنعت في ألمانيا أكثر منها لشكلها الرائع هذا. Drop down. هذه البوابة ليست عملاقة، إلا أنها تلعب دورا أهم من ذلك، لأنها لا تأتي منفردة، فهي تأتي مع حائط متحرك، وهذه هي الحقيقة. ينزلق الحائط المتحرك داخل الحائط الذي بالأعلى، وتظهر الأبواب، ويمكن استخدامها بشكل طبيعي، وفي حالة أردت استعادة الحائط، لن يستغرق الأمر إلا الدقيقة الواحدة.